مرحبا وايامكم سعيده، تعيدون بالافراح ان شاء الله الى جميع صفحه العراق وكندا ومتابعينا في جميع انحاء العالم. حبيت اسجلكم من كندا. طبعا اليوم احنا اول يوم الكريسماس، بطبيعتنا طبعا هذا اليوم احنا نحتفل دائما، نكون تعرفون بيننا من العراق الى حد الان انه نزور العائله تراديشن نستعمله من العراق. ما عدا هذا هواية ناس اللي زورنا بهاي الأيام سواء كانوا حتى مسيحيين أو إسلام أو جميع الطوائف. حقيقة حبيت أن أشكر جميع متابعينا وأعيد إخواننا المسيحيين بأعياد الكريسماس. هو حقيقة هو العيد، عيد الجميع كلتنا. إحنا ما نريد نقول أنه فقط هو عيدنا، الفرق انه بين بلادنا وهنا. هنا تشوفون انه طامسين بالثلوج، حقيقة تشوفون انه البياض مغطي البلد ودرجة الحرارة يمكن اليوم ماينس 10 وهيك شيء. فدا اسجله بالبالكون وان شاء الله بعدها حصور لكم هسه شوية مقتطفات من الاكل اللي نقدمه. يعني دائما احنا نزور الاهل، الوالد او الوالدة، حتى نجتمع كلتنا الاولاد والاحفاد، نشوف منهم يكون من القرايب والعموم الاخوال، فيكون اكلات انه خاصه بهاليوم هذا يعرفوها اكثريتهم. احنا المصالوه دائما عندنا موضوع اساسي هي الكبه، بس ما اعرف اليوم الوالده حقيقه شو مسويه. فحنزل ان شاء الله تشوفون في التسجيل سريع شنو اللي منزليه. اني اشكر من الجميع اللي خابروني واتصلوا بي. اللي حلو تفاجأت، يعني عندي صدقوني اوفر شو اقول لك 150 مسج او 200 مسج بالفيسبوك او المسجات على التليفون او الواتساب. اكثر من نص صدقوني من اخواننا الاسلام. حقيقه يعني ولا بعتبر العيد هذا انه ملك كلتنا حقيقه. ان شاء الله حاخذكم هسه بعد الصور وتشوفوها شويه. الاخ الصفحه اللي مالتنا اقول انه صفحه العراق كندا اليوم دابعوا على الرقم، تقريبا وصلنا 880 ألف. ما بقى لنا شيء، مليون و تعرفون صفحتنا الأدمينية. أحب أشكرهم واحد واحد الشغل اللي يسووه حقيقة. أعتبرهم أني يعني والله ما أعرف الأشياء ينزلوها يطلعوها خدمية في جميع الشغلات، مو بس أشياء أنه تشوفوها ضحك أو شغلات أنه نكات أو لا لا، ينزلون تشوفون أنتم الإميجريشن وغيره. مو هدفنا مثل ما نقول حتى نجيب الناس إحنا لكندا، بس أنه بس نريد نعرف انه الناس من تجي هنا ما اريدها تتبهدل. هذا اول وحيد احنا اللي نحب انه يجون هنا، ما اريد انه واحد يوقع باغلاطه ويصير اي شيء. هي هاي انه الصفحه الاساس مالتها. واشكركم شكرا جزيلا. يا باي بعض الاكلات المصلاويه طبعا اللي شاركها بالعيد ما عندكم انه حصورها. طبعا هاي الكبه اهم شيء تراديشن لازم تكون بالاعياد، يعني ما تكون الكبه بالاعياد يعني هذا مو عيد. كبه يخني مو اسمها ايه كبه يخني. هذا كاري، هذا لحم، هاي الدولمة أهم شيء طبعاً، هذا مسخن، وهاي من الباذنجان. طبعاً بالعيد الله من إيستر الأكل المعروفة هي هم الكبة يخني والقيسي لعد وين؟ القيسي برأس سنة. ها برأس سنة يعني بعد 7 أيام تكون الكبة القيسي اللي هي اللي حلوة، يعني قرزنكي يسموها كبة قيسي. هاي شوفتكم الأكلات. هاي طبعا دائما اجتماع لما نمهبش. طبعا اكو بعد كبة الموصل الكبيرة هذيك، شو تسوى هذي؟ مليانة ما موجودة هي. نشكركم على المتابعة وتعيدون بالأفراح إن شاء الله. هاي مائدة صغيرة يعني الأهل والقرايب وتشوفون التجمع كلتنا نكون يعني فريتهم يشوفون يلبسون الملابس بالعيد والقوط والاربطه والهدوم جاء معروفه من العراق. سواء اي عيد هي نفس الشيء، المسيحيين او اسلام هي نفس القضيه. تحياتي باسل حداد صفحه العراق وكندا.